لقي 11 شخصا مسرعهم وفقد 20 آخرين جراء فيضانات ضربت ولاية ريو غراندي دو سول جنوب البرازيل. وضربت فيضانات وانهيارات أرضية مناطق واسعة من ولاية ريو غراندي دو سول جنوب البرازيل أمس بعد هطول أمطار غزيرة سببها إعصار خارجي استوائي. وأسفرت الفيضانات عن تشريد 2330 شخصا، وأعلن عدد من البلديات في وقت سابق حالة الطوارئ. وكما تضررت 41 بلدية جراء الفيضانات، وتم إجلاء أكثر من 600 شخصا من منازلهم. ودفعت السلطات البرازيلية بطائرة هليكوبتر للبحث عن الضحايا في الأحياء التي غمرتها الفيضانات. من جانبه قال حاكم ريو غراندي دو سول البرازيلية إن الأولوية الرئيسية للمسؤولين هي العثور على المفقودين وإنقاذ الأشخاص الذين قد تقطعت بهم السبل بسبب الفيضانات. وحيث قال إننا نشعر بقلق بالغ إزاء الوضع في كارا، من الضروري أن نتمكن بطريقة منظمة من تحديد المناطق الرئيسية المتضررة وكذلك الأشخاص الذين يحتاجون إلى الدعم على وجه السرعة. ولجأ العديد من السكان في المناطق المتضررة إلى منشآت رياضية في مدنهم للاحتماء بداخلها، وأصدرت السلطات تحذيرا من احتمال حدوث انهيارات أرضية في عدة مناطق. دمتم بخير. Não, mas que é muito.